الخير. حضرة معالي وزير التربية الأستاذ الياس بوصعب، ممثلاً بالمستشار التربوي الأستاذ خليل صيئلي، المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيبسيكو السيد طلال الخليل، أعضاء مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال في لبنان ممثلاً بالسيد فاروق جبر والسيد عصام مكارم، نائب الرئيس للشؤون الطبية في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت وعميد كلية الطب الدكتور محمد صايغ ممثلاً برئيس الجسم الطبي في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت والمدير الطبي لمركز سرطان الأطفال في لبنان ولمعهد نايف باسيل الدكتور حسان الصلح، مدير عام جمعية مركز سرطان الأطفال في لبنان السيدة هنا شعار شعيب. أيها الحضور الكريم، بعضنا كالحبر وبعضنا كالورق، فلولا سواد بعضنا لكان البياض أصم، ولولا بياض بعضنا لكان السواد أعمى. إذن ضع يدك بيدي فيدرك أحدنا الآخر. هذا ما كتبه جبران خليل جبران، واليوم نحن هنا لنقول أننا يدا بيد استطعنا وللسنة الرابعة على التوالي أن نقف من على هذا المنبر لنرحب بكم مرة جديدة في حفلنا السنوي هذا الذي نبغي من خلاله تكريم طلاب مركز سرطان الأطفال في لبنان على نجاحهم المثمر في الامتحانات الرسمية وحصولهم على أعلى العلامات والنتائج. كما يشرفنا أن نقدم لكم مجموعة من أجمل النشاطات التي يقيمها أطفالنا في المركز بإشراف فريق عمل قسم تشايلد لايف. يبدأ الحفل بكلمة رئيس قسم تشايلد لايف السيدة رحاب صيداني جابر. مساء الخير. كل سنة بقول لحالي إنه هالسنة ما بدي أعمل باس في الجوي، لأنه الشغل والتحضير مع أولادنا على جماله وتمييزه فيه مخاطرة كتير كبيرة، خاصة إنه أولادنا ممكن يمرضوا بأي لحظة وما يقدروا يشاركوا بالحفلة رغم كل التعب والجهد يلي منكون حاطينه سوا وقت التمارين والتدريبات. بس مع أول فوتة لولد على مكتبي وبس يسألني رحاب شو بدنا نعمل هالسنة لحفلة التخرج؟ رحاب نحن السنة عنا تقديم، بدك تعملي لنا حفلة مثل يلي سبقونا؟ بيتجدد فيي الأمل وبتوعى فيي النخوة من جديد والحماس لهالحفل يلي كله هدفه منه نثبت إنه ولادنا قوايا ولادنا أبطال. هدفنا إضافة طبعاً لتكريم طلابنا الأبطال والمتفوقين ننقلكن البسمة يلي بتنرسم على وجه أطفالنا بكل مرة بيركضوا فيها يتدربوا على رقصة أو غنية أو لوحة موسيقية. مش تعب العلاج يلي بوقفهم عن تعب الدرس، مش دخول المستشفى بيمنعهم من دخول المدرسة، مش فحوصات الدم بتمنعهم من تقديم فحوصاتهم الرسمية، مش شوية صور لازم يعملوهم دورياً تمنعهم إنهم يرسموا أجمل الصور والرسمات، مش دواء يوجع الإجرين والظهر بيمنعهم يرقصوا ويقدموا لنا أجمل وأهضم اللوحات الراقصة، مش صرخة وجع يلي جواتهم بتمنعهم يصرخوا بأعلى صوتهم ويغنوا ويقولوا نحن أقوى منك يا مرض، نحن بتلبق لنا الحياة والفرح. هالسنة جينا كمان مرة لنثبت إنه أولادنا قادرين يعملوا العجائب، جينا كمان مرة نثبت إنه أولادنا بجسدهم المريض قادرين يبعثوا فينا الأمل والرغبة الدائمة بالاستمرار والتطلع للمستقبل الواعد. جينا كمان مرة ننقلكن صورة مصغرة عن يوميات مركزنا، هالمركز يلي كلنا فيه عيلة وحدة، عيلة كبيرة عطول إيدنا متشابكين بإيدين بعض لنأمن لأولادنا وعيالهم أفضل رعاية طبية نفسية اجتماعية ودراسية. كرمال هيك
كرمال هيك اسمحوا لي اولا انه اعبر عن فخري واعتزازي لانتمائي لهالعيله، وبخص بالشكر حضره المدير الطبي للمركز الدكتور حسان الصلح واللجنه التنفيذيه لمجلس امناء المركز وجميع العاملين بالمركز من اطباء وممرضات واداريين وفريق عمل جمع التبرعات وكل من شارك وساهم بشكل مباشر او غير مباشر بانجاح حفلنا. اكيد نتوجه شكرنا الكبير وتقديرنا لمعالي وزير التربيه الاستاذ الياس بوصعب وكل العاملين بالوزاره يلي كل سنه بيكون خير داعمين لرسالتنا الانسانيه. اسمحوا لي كمان اشكر شركه بيبسيكو يلي بفضل دعمهم لنا قدرنا نأسس غرفة مخصصة للموسيقى بكامل تجهيزاتها مع أساتذة متخصصين لتعليم أولادنا العزف، وهن برعايتهم هيدي الحفلة. بدي أكيد أشكر الأهالي لثقتهم الدائمة فينا وتسليمنا أغلى ما عندهم وهن أولادهم، وبدي أشكر على وأخيرا وليس آخرا بيبقى الشكر الأكبر لمتطوعي مركزنا على عطائهم وتفانيهم بخدمة أطفالنا وعلى رأسهم السيدة كريستيان مكارم وأستاذ حسان داعون. طبعاً بدي أشكر فريق تشايد لايف رشال رعد ومروشكا حاج يلي رافقوني بكل خطوة لتحضير هالحفل. أهلا وسهلا فيكم. كلمات رئيس الجسم الطبي في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت والمدير الطبي في مركز سرطان الأطفال في لبنان وفي معهد نايف باسيل الدكتور حسان الصلح. أولاً يمسيكم بالخير وكود إيفنينج. قبل ما أبدي كلمتي بدي أحكي بالعربي الفصحى لأنه في شغلات شو ما حضرت لإلها ما بتطلع كافي. هالإيفنت هيدي أنا كان عندي داوت إنه تبروسيد اليوم بسبب الوضع، بس أنا بصراحة بالجهد يلي عم بيعملوه اللجنة المنظمة والإصرار على إنه نحن أقوى من أي شيء تاني بهالبلد، مش بس كمركز، كأطفال وكأهالي وكعزيمة إنه نحن نركز على اللي عم نعمله بالمركز من جميع النواحي، بالنسبة للعلاج وبالنسبة للتعليم وبالنسبة لإعطاء الأطفال الفرصة الكاملة ليكونوا أعضاء فعالين بالمجتمع. بدي أقولكم إنه ما قدرت إلا إرضخ لطلب اللجنة المنظمة إنه أقول لهم let's proceed وما نأجل الحفل. يعني أنا بدي شدد على المقدرة يلي المركز والأعضاء من اللجنة المنظمة وأعضاء الفريق الطبي وأكيد جمعية CCCL على الدعم اللامتناهي للأطفال وللمركز. معالي وزير التربية الأستاذ الياس أبو صعب ممثلاً بالمستشار التربوي السيد خليل سيئل، مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال في لبنان ممثلاً بالسيد فاروق جبر والسيد عصام مكارم، أطفال مركز سرطان الأطفال وأهاليهم، ضيوفنا الكرام، زملائي الأعزاء، باسم الدكتور محمد صايغ واسم أطفال مركز سرطان الأطفال وأهاليهم واسمي شخصياً رحب بكم مع الشكر والتقدير لحضوركم خاصة بالأوضاع الحالية واهتمامكم المستمر بدعم أطفال المركز وأهليهم وتقديم المساندة لإعطائهم الأمل وشحن عزيمتهم لمكافحة المرض ومواجهة الصعوبات العديدة التي ترافق تشخيص وعلاج هذا المرض الذي كان في زمن مش بعيد كتير كان في الماضي يقولوا عنه مرض مستعصي. هلأ نتائج علاجه حالياً بالنسبة للأطفال فوق 85% وأنا تقديري السنة الجاية يمكن نوصل ل 90% وأكثر. بجميع الحالات من حيث التشخيص التي نعالجها سنوياً بالمركز. إن مركز سرطان الأطفال في لبنان هو نموذج مثالي للتعاون المستمر بين قطاعات عديدة لإنشاء صرح طبي متميز ليس فقط في لبنان بل في منطقة الشرق الأوسط
وعالميا. هذا التعاون والتكاتف يتم بين وزارة الصحة، وزارة التربية، مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال بلبنان ممثلا القطاع الخاص والمجتمع المدني، القطاع العلمي والأكاديمي والبحث العلمي ممثلا بالجامعة الأمريكية في بيروت، ومستشفى أبحاث سان جود للأطفال بمنفس بيو أس أي. هذا الصرح الطبي حقق إنجازات عديدة منذ افتتاح من حوالي 13 سنة بتقديم أدق التشخيص والعلاج المجاني، وبشدد على المجاني، لمئات الأطفال. صرنا عندنا أعداد كبيرة من الأطفال يلي تعالجوا وشفوا والحمد لله. تقديم الاستشارة والفحوصات وعلاجات محددة لآلاف الأطفال المصابين بهذا المرض في لبنان والمنطقة. عندنا أعداد كبيرة حتى بظروف الحالية في لبنان عم تجينا من كل دول المنطقة. لقد أصبح المركز يحدد المقاييس والبرامج الطبية للتشخيص والعلاج إضافة إلى الأبحاث في هذا الحقل. كما بات مركز سرطان الأطفال منذ عام 2013 مركزاً إقليمياً لـ 22 دولة، 73 مركز مسجلاً حوالي 285 عضو. إن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية التي ترافق هذا النوع من الأمراض أعطى المركز بعداً مهماً ومميزاً، وساعد بشكل أساسي وملموس بتحسن نتائج العلاج. وقد تبين نظراً لتقبل الأطفال حصولهم على العلاج والاستجابة له، إن هذه النشاطات لحياة الأطفال التي ذكرتها السيدة صيداني هي جزء لا يتجزأ من برنامج العلاج، ولها أثر كبير ليس فقط في شفاء المرضى فحسب، بل أيضاً في متابعة مسيرتهم العلمية والاجتماعية والصحية، ولا سيما النفسية، ليكونوا أعضاء فعالين في المجتمع. لقد تم إعداد خطة استراتيجية للمركز تتماشى مع رؤية المركز الطبي للجامعة الأمريكية يلي هي بنسميها فيجن 2020، لتطوير وإنشاء مراكز مميزة ورائدة عالمياً، وزيادة الطاقة الاستيعابية. عدد الأطفال يلي عم نعالجهم سنوياً زاد خلال 3 سنوات الماضيين ضعف الأعداد يلي كنا نعالجها بالسنوات السابقة، غير الآلاف يلي عم نعطيهم استشارات إن كان بيجوا شخصياً على المركز أو عن طريق إرسال تقارير طبية، ونرسل للمراكز السرطانية بالمنطقة شو رأينا بالنسبة للعلاج، بالنسبة للتشخيص والعلاج. التحديات كبيرة والصعوبات عديدة، ولكن وجود التعاون بين جميع الفعاليات تعطينا الأمل الكبير في نجاح هذه الاستراتيجية. في الختام أود أن أشكر معالي وزير الصحة الأستاذ وائل أبو فعور لاهتمامه شخصياً بمساندة المركز، ومعالي وزير التربية الأستاذ الياس أبو صعب لدعمه المستمر والتقدير والوفاء لجمعية مركز سرطان الأطفال في لبنان ومجلس أمنائها والداعمين، والمركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت ومستشفى سان جود في ممفيس تينيسي. ولا أنسى زملائي جميع العاملين في المركز، وطبعاً لا بد من أن نخص بالذكر الأطباء والممرضات وجميع الساهرين على دعم أطفال المركز من الناحية المادية والمعنوية. وأشكر شركة بيبسيكو على الدعم ومساندة المركز. وجميعنا نحن في المركز نشكر أطفال المركز وأهليهم لأننا كأعضاء في المركز نتعلم من الأطفال وأهليهم، نتعلم الصبر ونتعلم دروس في الحياة. نحن كفريق طبي نتعلم من الأطفال وأهليهم دروس في الحياة، وكيف نواجه الصعوبات الشديدة بصمت. وابتسامة طفل واحد من أطفال المركز هي كفيلة بأن نقدم لهم كل ما في وسعنا لنكمل المسيرة معا. وشكرا لكم. كلمات مدير عام جمعية مركز سرطان الأطفال في لبنان السيدة هنا شعار شعيب.
مساء الخير. مساء الخير لعائلة مركز سرطان الأطفال. كلنا سوا اليوم كتير مبسوطين إنه نحن مجتمعين، وبيفرحنا نجتمع لنحتفل سوا بتخرج دفعة جديدة من أولادنا طلاب مركز سرطان الأطفال بلبنان. اليوم عم نجتمع سوا لنحتفل بتخرجهم، لنحتفل بمثابرتهم، لنحتفل بقوتهم على تحدي المرض، ولنحتفل بمركز أعطى 13 سنة ولح يضلوا يعطي. أول شيء بنتهز هالفرصة لوجه شكرنا الكبير وتقديرنا العميق لأهل الخير، لكل شخص بحب يساعد مركز سرطان الأطفال، لأنه كل شخص عم يتبرع لنا هو عم بيساهم بإنقاذ حياة أطفالنا، لأنه لولاهم لما كان المركز اليوم مستمر بإتمام مهمته الإنسانية. الخريجين ما كان قدروا يكملوا حلقة الأمل لولا دعم وزارة التربية الممثلة اليوم بمعالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بوصعب، نتشكره على رعايته لهالحفل، وبيشرفنا حضور الممثل المستشار التربوي الأستاذ خليل سيالي. طبعاً نشكر كل وزراء التربية السابقين يلي عطيوا الفرصة لأولادنا للدرس خلال العلاج ولتقديم الامتحانات الرسمية بالمركز. شكرنا ما بيكون مكتمل بدون ما نشكر وزارة الصحة يلي منوجه لها تحية عرفان وتقدير لكل الدعم لمركز سرطان الأطفال. أما شركة بيبسيكو الممثلة بالسيد طلال الخليل، طبعاً إلى بقلوبنا كل الشكر والامتنان لأن التزمت معنا بدعم المركز من خلال نشر الفرح والفن بقلوب وحياة الأطفال. الأهالي بعرف أنه اليوم قلوبكم مليانة بالأمل والإيمان، والفرح واضح بعيونكم. اليوم عم يتخرجوا أولادكم وكلنا حلمنا بهيدي اللحظة. الطريق بعرف ما كانت سهلة لا علينا ولا عليكم، بس في فريق اللي هو فريق عمل مركز سرطان الأطفال من جهاز طبي إداري ومتطوعين ومجلس أمنا كان معكم سهران ومشرف على أداء حسن أداء الأمانة اللي كلنا كلفنا حالنا فيها. نتمنى إن شاء الله إنه يكون مستقبلهم كله صحة ونجاح وعطاء. ختام مسك أكيد مع خريجينا يلي حنضل نراقب نجاحاتهم ولحنضل نفتخر فيهم كل ما سمعنا عن تميزهم. ألف ألف مبروك اليوم لكل الخريجين، والله يكون معهم بكل خطواتهم المستقبلية. كلمات المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيبسيكو سيد طلال الخليل. الحضور الكريم، مساء الخير. نيابة عن شركة بيبسيكو، يسرني أن أكون معكم اليوم في احتفال هذا العام لمسار الفرح Path of Joy لدعم أطفالنا الذين أثبتوا تمسكهم بالحياة وبالأمل بغد أفضل. مركز سرطان الأطفال في لبنان هو نموذج مثالي للإنجازات، فهذا الصرح الطبي الذي يقدم التشخيص والعلاج المجاني لمئات الأطفال المصابين بالسرطان والاستشارة والفحوص والعلاجات المحددة لآلاف الأطفال المصابين بهذا المرض في لبنان وفي المنطقة، ومحققاً معدل نجاح للعلاج بنسبة تفوق 80%، يحتفل اليوم بنسبة نجاح 100% من الطلاب للشهادات الرسمية. ولا يخفى على أحد أهمية العلم
بالنسبة إلى بيبسيكو. فنحتفل اليوم بما يحققه أطفالنا من إنجازات فنية تثبت أن لا شيء مستحيل عندما تكون إرادة الحياة أقوى من الصعاب. فمن خلال الفن يمكن للأطفال إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتخلي عن مخاوفهم، وللنشاطات الفنية دوراً مهماً لمساعدة الأطفال على تحسين نفسيتهم، ولذلك تأثير على تحسين العلاج وتسريعه ومساعدة الأطفال على الشفاء. اليوم نشهد على الخلاصة الرائعة لتكامل التعلم والترفيه التي نحرص على أن تكون جزءاً منها من خلال برنامج بيبسيكو للتعليم في المركز. تتشرف شركة بيبسيكو بالعمل جنباً إلى جنب مع مركز سرطان الأطفال، وسنستمر في تقديم دعمنا للمركز لنؤمن لأطفالنا نوعية حياة أطفال أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً. شكراً.